السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الترتيب والضرب، لدينا اثنان أكبر من واحد. في حالة اللي ضربنا طرفين متفاوتين في واحد العدد، إذا غناخدو غادي نضربو طرفين متفاوتين في عدد موجب، ثلاثة في اثنان وثلاثة في واحد. إذا درنا ثلاثة في اثنان كطينا ستة، وثلاثة في واحد كطينا ثلاثة، وستة أكبر من ثلاثة. نأخذ مثال آخر، سبعة أصغر من ثمانية. نضرب سبعة وثمانية في واحد العدد اللي هو موجب ونشوف واش الترتيب غيتغير أو ما يتغيرش. نضربه مثلا في عدد اثنان، اثنان في سبعة واثنان في ثمانية. اثنان في سبعة 14، واثنان في ثمانية 16، وأربعة عشر أصغر من 17. إذا في الحالتين الأولى والثانية ضربنا طرفي متفاوتة في عدد موجب بدون ما يتغير الترتيب. كانت عندنا في الحالة الأولى أكبر بقات أكبر، كانت في الحالة الثانية العدد الأول أصغر من العدد الثاني بقى العدد الأول أصغر من العدد الثاني. إذا كخلاصة، إذا كان A و B و C أعداد حقيقية بحيث A أصغر من B و C عدد موجب، إلا ضربنا هاد السي في الطرفين المتفاوتة فالترتيب لا يتغير، دائما كيبقى العدد هاد العدد اللي كاين في اليسار أصغر من العدد اللي كاين في الطرف الأيمن. دابا غادي نشوفو العكس، يعني إلا ضربنا في عدد سالب، إذا ناخدو الحالة الأولى كان عندنا اثنان أكبر من واحد، إلا ضربناه في عدد سالب ناخدو مثلا ناقص ثلاثة، إذا ناقص ثلاثة في اثنان وناقص ثلاثة في واحد. ناقص ثلاثة في اثنان كتعطينا ناقص ستة، وناقص ثلاثة في واحد كتعطينا ناقص ثلاثة، وناقص ثلاثة مع ناقص ستة إلى قرناهم غنلقاو بأن ناقص ستة أصغر من العدد ناقص ثلاثة. إذا هنا ترتيب تغير. نضربو نشوفو الحالة الثانية، إذا سبعة أصغر من ثمانية، نضرب هاد الطرفين المتفاوتة في عدد سالب مثلا ناقص سبعة، إذا ناقص سبعة في سبعة وناقص سبعة في ثمانية. ناقص سبعة في سبعة هي ناقص تسعة وأربعون، وناقص سبعة في ثمانية كطينا ناقص ستة وخمسون، وناقص تسعة وأربعون أكبر من ناقص ستة وخمسون. إذا الترتيب كذلك تغير. إذا كقاعدة عامة، إذا كان عندنا A أصغر من B وضربنا في واحد العدد السي اللي هو عدد سالب طرفين متفاوتة فالترتيب كيتغير. إذا هنا خاصية واحد، أو B و C أعداد حقيقية، A أصغر من B و C أكبر من صفر، إذا A في C أصغر من B في C، يعني الترتيب لا يتغير، كانت عندنا أصغر بقات أصغر. إذا كان A أصغر من B و C عدد سالب فإن الترتيب يتغير، إذا ولات A في C أكبر من B في C. إذا نأخذ واحد المثال تطبيقي، X و Y عددا حقيقيا بحيث X أصغر أو تساوي 4، أثبت أن 3X أصغر من 12 وأن ناقص 2X أكبر من ناقص 6. إذا نبدأ بالحالة الأولى، إذا لدينا X أصغر من 4، هنا عندنا 3X، يعني خصني نضرب في العدد 3. إذا نضرب في العدد 3، 3 عدد موجب، إذا الترتيب لا يتغير، إذا 3 في X أصغر من 3 في 4، إذا 3X أصغر من 12. الحالة الثانية، دائما ننطلق من المعطيات، لدينا X أصغر من 4، في الحالة الثانية لدينا ناقص 2X، إذا نضرب في العدد ناقص 2، إذا ناقص 2 عدد سالب، إذا الترتيب يتغير، ناقص 2 في X ناقص 2 في 4، إذا ناقص 2X أكبر أو تساوي ناقص 8. هنا كنخسر تكون عندنا ناقص 8 ماشي ناقص 6.